تقدم مرر نقلة وكرة خطيرة وفرصة هدف أول قد تكون قد تكون قد تكون قد تكون كيف لا تكون كيف لا تكون وهنالك محاولة تمريرة الكرة وصلت عند جيليرمي توريس تمريرة بغداد الله حتى وصراع حسن أحمد استلم الرشيدي في الرقابة سانتي أخذ كرة بغداد سدد الله كرة تصل إلى بيدرو الآن عرضية من بيدرو داخل منطقة الجزاء أخيرا أخيرا يسجل بوسام رزق وبيوسف سفري كرة تصل إلى بغداد بنجاح بغداد بنجاح خطيرة جدا كرة بغداد اصطدمت في القائم وتحولت إلى خطأ ماذا لو كانت مكتملة الصفوف أو ندخل أم الصلاة مباراة اليوم بصفوف مكتملة كرة بمحاولة في خط المقدمة هذا وو يونغ اللاعب الكوري الجنوبي الله على كرة الله في الجهة اليسرى تقدم انطلاق وكرة عرضية بغداد بنجاح الله عليه بغداد بنجاح الله عليه هذا المحارب ويريد أن يبقى السد بدون خسارة أيضا في هذا الموسم لدينا كرة وتمريرة بغداد الله الله ثقيل حقيقة صفقتين من العيار الثقيل كرة محاولة وتسديدة خطيرة جدا بغداد بغداد اوهو يلعب المحاولة تصل إلى محمد بدر سيار أمامية إلى أكرم لمسة يا سلام يا سلام يا سلام الثالث اوهو يلغى الهدف يلغى الهدف شمال لدينا أكرم عنده الكرة وصلت إلى بغداد أكرم الله يا الزعيم لا ينتظرونك عفيف عنده الكرة وصلت إلى بغداد بغداد يعيدها إلى الهيدوس هيدوس بلمسة إلى بغداد 6-6-6-6-6 سودان عنده الكرة يبحثون وصلت إلى أكرم عفيف عفيف أكرم عفيف تبات بغداد واحد يا ولد العيب لا اكرم عفيف الباص العميق تاني هي تاني ولا ايه هي تاني ولا ايه لا 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 والف لا لا فين يا تباتا مش معقول تعود تاني الى توريس عايز الشوط تاني ولا ايه منه الى تباتا والهيدوس يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب انه الجلاد بغداد الجلاد الراسيه في المره الاولى والتصدي من عبد الرحمن في المرة الثانية بشكل مثالي تعود المحاولة الرأسية اوه لا زالت مستمرة قائمة عبد الرحمن والقائم الزعيم السداوي كرة فيها تدخل ومرور لكن ايضا حكم المباراة اشار بالاستمرارية خطيرة بغداد 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 للتميز بدل الضايع ونجح في تحقيق الفوز نجح في تحقيق الفوز على حساب سمير بهدفين مقابل هدف واحد الامر الذي اثنين أربعة ستة ثمانية لابسين أسود رجعوا خلاص رجعوا ثمانية رجعوا ثمانية رجعوا وده العرضية ولا ثمانية ولا ثمانية ولا تسعة هذا اللاعب دور تكتيكي عظيم بيأدي الحياة بغداد استلم على الصدر جميل صاحب هدف اللقاء الوحيد ويصوب ويصوب الجلاد يجلد ولكن القاء طلع ولا موجود لكن سيباستيان تباتا خرج نعم نعم فعلا تباتا خرج كره المحاوله راسيه لا 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 لا
هذا بالصدر جميله. سلام يا كازور لا لعيب الى نام تاهي بصرح فين. لا 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 انه الجلاد يا ساده، انه الجلاد يا ساده. عاد خاف بابا جبريل في اول اختبار ينجح. اكرم يرسل كره في الجهه اليمين بغداد العرضيه والبدايه، لكن القائم القائم هذه المره الخور في هذه المباراه من اجل ان لا يمر بذلك الموقف الذي مر به في لقاء الدور الاول. كره عرضيه بغداد بنجاح يبدا هذه الامسيه بغد تمريره لنام تايهي. نام تايهي الكره ما زالت والمحاوله مستمره. كره الغداد الذي لابد ان يبصم رايح يسند اهو. ادي الباص الامامي في مساحه جميله. بغداد هربان لبره ناحيه العكسيه. هاشم عدى بغداد بقوته بسرعته. لا 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 انه الجلاد انه قرار بياخده. ثلاث مواقف الضربه الركنيه على ايمن قريب فرصه ولكن على طول لسه الكره في الملعب مش معقول. جول 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 جول. هو الجلاد هو الجلاد بغداد. نزل في مكان مناسب في الوقت المناسب. اكرم عفيف اللعب على المساحه. بغداد والثالث بغداد والثالث. الجلاد 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 انه الجلاد يا ساده انه بغداد. اذا يخرج من الشوط الاول متعادل فتلك نقطه ايجابيه بالنسبه له. لدينا محاوله وكره ساهموا في ان يصلوا به الى الارقام التي وصل اليها وهو يجيد ان يلعب الدورين. وهذه كره ما زالت الثالث الثالث ياتي في هذه. يسلم يمر يتقدم ننتهي في الجهه اليسرى. الكره العرضيه لخاشم بالراس بالراس. يا الله القائم محاوله القائمه يزيدي يمرر لسانتي كازورلا. الكرة الله الله على المرور. يصلون إلى الهدف السادس إلى الهدف لأجل لسانتي كازورلا. تباتا يمرر الكرة ما زالت. يا الله بغداد أبو نجاح يصل إلى الهدف. الثاني عشر من هذا الشهر يوم الثلاثاء لدينا انطلاق الآن. هيدوس بغداد بغداد بغداد. يا من اكثر الاخطاء اللي ارتكبها نادي السد عدم قيد وو يونغ. اوه الرابع 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 عملها السفاح عملها السفاح. وصل وفي انتظار سعد الشيب في اقرب فرصه بدون ما يكون في اصابه ولا حاجه. يا ولد يا ولد يا ولد. الخامس الخامس خماسي بالخمسه يا زعيم. خمسة وخميسة. سانتي هذا سانتي يجد المساحة يمرر لأكرم. أكرم تغيير اتجاه اللعب. هنا لدينا الله عندما واجه أكرم هذه الغرافة. كرة لمحاولة الآن تسللا في اللقطة الماضية تريت لم يستعجل. فرصة لأرو والهدف الخامس يأتي له. أولا هو الرابع ثانيا هي التسلل. 20 دقيقة من نهاية أحداث شوط المباراة الثاني واللقاء. الكرة وصلت لبغداد مر بغداد يسدد. هكذا يظهر الكبار هكذا. عبد الله معرفي أمامهم أرون وفتحي وجاسر وإبراهيم كلا. كرة بمحاولة الآن داخل منطقة الجزاء عرضية ملعوبة رأسية تأتي. أوهو mesmo Bagdad de Bonedia. Atenção ao jogador coreano no cruzamento. E falava dele há pouco, Bonedia. Está com o argelino. Ele vai ter forma. Adi Torres. حر الجميل الى كازورلا رايح على شماله. يا ولد يا ولد يا ولد. لا 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 لا
تاريخيا كانت في الجولة الأولى، انتهت 6-0 لمصلحة نادي السد. فرصة النادي الثاني الآن، محاولة ملعوبة خطيرة لكن راية وتسلل. ما تدري الخور أمام الاتحاد، كل شيء وارد في كرة القدم. وهنا لديه بحذر ما تبقى من أهداف في هذه المواجهة. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء، خطيرة جدا، خطيرة الكرة الرأسية الماضية من بغداد. في هذا الموسم بغداد منجح يتقدم من أجل الكرة الأخرى في مرمى إبراهيم. بغداد يسجل، نعم يسجل منجح رابع. السد لن يتراجع، سيستمر في نفس الفلسفة والاستراتيجية. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، بشماله حطها له، إنه بات الرأس والنشوط على المرمى. هذه بدرو، وحش 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 وحش. وبغداد بغداد وستة أهداف، ستة أهداف. حسن يعملوا إيه في الخط الأمامي مع أحمد علاء كجناحين؟ بغداد منجاح بتبين الأقدام. يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير. لا 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 مرهقة للأهلي لأن محتاج إنه تكون منضبط دفاعية، لكن بغداد بونجو واليوم اليوم يعني شكل الحصيلة عالية، لكن التاسع يا بغداد، الثاني سول. يعود من تاني الى بغداد، خرج بره منطقه الجزاء كتير بغداد بنجاح. حامد اسماعيل عايز يشوط، يعمل بالعرض تاني يا ولد. هو بغداد ستة هذا الموسم. بغداد بنجاح 39 هدف الموسم الماضي لبطل قارة افريقيا مع الخضر. نعم نعم نعم، بغداد بنجاح يصدق على قيمته وعلى يبدو حتى الان حتى الآن ما أعطانه كي أعطانه كي إذا ركلة جزاء سليمة. وبغداد نعم يفعلها بغداد، يسجل بغداد منجاح. تبعد والكرة بعد ذلك إلى ضربة ركنية تحولت لصالح الزعيم الذي يبحث عن بداية كرة. الله حقيقة بأن تصل وبأن تسجل في مرمى السد. بغداد بغداد منجاح. الله الله ينقل الكرة لحسن، حسن عند القدرة أن يخترق، وعند القدرة أن يبرر، وعند القدرة يا الله هاتريك. الكرة ترسل عرضية، الله comme très souvent de Benacer. Bounja, Bounja pour tenter sa chance et détournant. Oh, le but, oh, le premier but dans cette partie après une minute. Un onzième est possible d'ici quelques instants grâce à l'attaquant d'Al Sadd. Bounja face à Gbowo. Et le pénalty raté et le suspense qui se poursuit. Sur l'attaquant d'Al Sadd, Bagdad Bounedja. Face à Matassi Bounedja. Oh, il n'a pas tremblé le moindre instant. Back
الخمور من بغداد على مشارك المنطقة في جزاء بغداد مر هذه المرة ينجح ينجح كولو لنادي الأهلي حقيقة شاف مجموعة من اللاعبين الشباب يحاولون الكرة يحاول الآن من عمر التسديدة والهدف السادس يأتي الهدف السادس والهدف الهيدوس إلى بغداد بنجاح داخل منطقة الجزاء أمامية الله 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 عبد الكريم حسن على مستوى التشكيلة الأساسية كرة ملعوبة بالكعبة فرصة للثاني بغداد 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 الله 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 لكن تصطدم في القائم آخر اللحظات عن طريق بغداد بنجاح لدينا كرة عرضية الكرة عدت